السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ناصر قربي من قناة انجلش تيوب. في هذا الفيديو ان شاء الله راح نجاوب على سؤال، وهو شو اقوى واحسن قاموس ممكن الواحد يستعمله لحتى يحصل على ترجمة دقيقة. طبعا موضوع انه الواحد يستعمل جوجل ترانسليشن، انا بصراحة يعني ما بزكيه، لانه في اخطاء كتير بالنسبة للترجمة وحتى بالنسبة لللفظ. فعنا شوية قواميس ممكن تستعملون، فهن يعتبروا من الأقوى في العالم. عنا قاموس كامبريدج Advanced Learner's Dictionary، في عنا أوكسفورد. طبعا الأوكسفورد ممكن تاخده إنجليزي إنجليزي، ممكن تاخده إنجليزي عربي، عربي إنجليزي. Longman Dictionary، Macmillan Dictionary. أنا بالنسبة لي بستعمل الكامبريدج، في مميزات كتير حلوة، لكن بشكل عام كل القواميس كويسة. ممكن القاموس تروح تشتريه من المكتبة، وحاول ان انت تتأكد من وجود السي دي مع القاموس، لان السي دي فيه البرنامج اللي انت بتنزله على الكمبيوتر، بتستعمل الكمبيوتر، بتستعمل القاموس على الكمبيوتر. تعال نشوف شلون ممكن نستعمل القاموس هذا على الكمبيوتر. انا منزله هون عندي على الكمبيوتر، نفتحه مع بعض. بيجي بهالشكل. طبعا هذا الاصدار الثالث، في الاصدار الرابع حتى نزل. مثلا نكتب هون الكلمة interesting، تطلع لك الكلمة هون، اللفظ البريطاني interesting الامريكي interesting. الميزة الحلوة في القاموس هذا هون في المايك، نضغط عليه بيطلع لك هون اللفظ interesting البريطاني مرة تاني interesting، وهون تسجيل لصوتك انت، لحتى انت تسمع الكلمة سواء بالبريطاني او الامريكان، وتحاول ان انت تسجلها وتقارن مع بعض. مثلا اذا قلنا هون interesting، نسجل من هون interesting، بعدين نسمع interesting interesting، نقارن بتلاقيها نفس الصوت. حبيت تقارن بالامريكان كمان ما في مشكلة، يعني التسجيل هون بيعطيك عند تقريبا 10 ثواني، ممكن تسجل حتى جملة كاملة. بنيجي هون بعد المايك، في الرموز الصوتية تبع الكلمة. الرموز الصوتية هاي إذا حدا مثلا بيترجم في كتاب فكتب معنا الكلمة، ممكن يكتب الرموز الصوتية جنبه إذا بيعرف يقراهن، هاد لفظ الكلمة. طبعا الكلمة هون في عنا النقاط هاي اللي هي مقسم لك الكلمة لعدة مقاطع صوتية، يعني هاي 3 مقاطع، وعندك الإشارة هاي معناها وين الضغط بيجي. أنا اخترت الكلمة هاي بالذات لأنه في خطأ شائع بالنسبة لللفظ، وهو الناس بتنطقها بتحط الضغط على تاني مقطع فبتقول interesting، وهذا غلط كبير. يعني لازم الضغط يكون على أول مقطع فبتقول interesting، تمام؟ نوع الكلمة هنا طبعا adjective، وهون شرح معنى الكلمة. انت عم تقرأ شرح معنى الكلمة، مثلا اجتك كلمة في الشرح نفسه ما بتعرفها، بتعمل عادة دبل كليك، فبتطلع لك هون نفسها مشروحة وفي اللفظ تبعها، تمام؟ بيعطيك هون عدة جمل يعني مكتوب فيها الكلمة، لحتى انت مع الشرح تعرف شلون تستعمل. هاد بالنسبة للقاموس. طبعا هون الأحسن أنت تستعمل قاموس إنجليزي إنجليزي، لكن إذا كنت أنت في مستوى مبتدئ فلا، معلش إنجليزي عربي بيساعدك أكتر، وبس طلعت أكتر كما تطلع أكتر حاول أن تنتقل أنك تستعمل إنجليزي إنجليزي، لأنه بيعطيك فرصة أنك تقرأ جمل وكلمات أكتر من أن تستعمل إنجليزي عربي. يعني مثلا إذا ما عندك الكتاب وما بتعرف منين تجيبه، ممكن تروح أونلاين، بتلاقيهم القواميس كلهم أونلاين ممكن تستعملهم. إذا نحن على جوجل تكتب ماكميلان ليرنرز ديكشنري، بتلاقي هون بتضغط عليه، تكتب هون نفس الشيء الكلمه مثلا، بتضغط انتر، بيعطيك مثلا الكلمه هي adjective pronunciation interesting، ايوه، والرمز الصوتي بيعطيك المعنى هون، شويه جمل كمان. ممكن تشوف كمان longman dictionary نفس الشيء، هون بتكتب مثلا الكلمه، ترجع تضغط عليها هون، بيعطيك هون الكلمة، هون مفصل لك الكلمة على الكلمة نفسها مو الرموز الصوتية، بيقول لك هون هي 3 مقاطع.
بيجي هون نفس الشيء interesting والامريكان interesting. الحلو في القاموس هاد انه هو كمان بيقرا لك حتى الامثله بيقرا لك اياها، يعني هون شرح المعنى الكلمه، هون مثلا الجمله وبيقرا لك اياها. That's an interesting question. تمام. القاموس الاخير اللي هو الكامبريدج اللي انا بستعمله نفس الشيء كمان، بتكتب هون مثلا نفس الكلمه وبتلاقي كمان نفس الشيء هون الادجكتيف UK interesting الامريكان والشرح تبع مذكور تحت. طبعا هذا الشرح على القواميس بشكل مختصر. ان شاء الله الفيديو الجاي راح اشرح اكثر عن قاموس كامبريدج لانه في مميزات كتير حلوه ممكن الكل يستفاد منها. اذا يعني اتمنى تكون استفدت من الفيديو، واذا بتعرف اي حدا ممكن يستفيد من الفيديو عبيد لغه انجليزيه وبده يعرف اكثر عن القواميس ابعث له الفيديو، وان شاء الله تابعونا في الحلقه القادمه مشان تستفاد اكثر من قاموس كامبريدج. السلام عليكم ورحمه الله.